ومن كلامه القرآن الكريم، من كلامه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء، كلها كلام الله جل وعلا. ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها، والذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويصرحون بهذا، وما عندهم شك في هذا في زمن الصحابة، وما عندهم شك في هذا.